لدينا القضية الصادقة، لدينا القضية الصادقة، نحن وصلنا لهون، لدينا القضية الصادقة، كل الطلاب مجتهدون، استنتج القضية التي تقابلها عن طريق التناقض ثم بين حكمهما. طيب أنا عندي تناقض، كل الطلاب حاضرون، شو المتقابلة يا عبد الرحمن بالتناقض؟ أنا إذا قلنا جزئية سالبة أستاذ. جزئية سالبة، أحسن. طيب أنا إذا بدي أحولها لجزئية سالبة شو بقول عنها؟ ليس بعض الطلبة مجتهدون أستاذ. أحسن، هذا هو تقابل بالتناقض، نحن نقول هذا تقابل بالتناقض. طيب لدينا القضية الصادقة، كل الفلاسفة حكماء، استنتج القضية الصادقة التي تقابلها ثم بين نوع التقابل. في عندنا قضية بيصدقوا مع بعض، شو هني محمد مهدي؟ إذا صدقت الكلية الموجبة بده يكون القضية الجنبها صادقة بالضرورة، شو هي؟ في قانون التقابل بالتداخل، أنا راح أقرب لك شوي. إذا صدقت الكلية الموجبة بده يكون شو بعدها بالتداخل؟ شو بيقابلها؟ جزئية سالبة أستاذ. جزئية موجبة. موجبة عفوا. بالتداخل يعني هني نفس الصفة، موجبة مع موجبة، بس ولكن هاي كلية وها جزئية. طيب أنا إذا بدي أحول الكلية الموجبة إلى جزئية موجبة، شو بتصير معي؟ كل الفلاسفة حكماء. بعض الفلاسفة حكماء، أحسنت يا محمد. طيب، لدينا القضية الكاذبة، لا أحد من التجار غني. استنتج القضية الصادقة التي تقابلها ثم بين نوع التقابل. نحن قلنا هاي لا أحد من التجار غني. هاي عندنا أربع قضايا، لا أحد من التجار غني. شو هاي؟ شو نوع القضية هون؟ كلية موجبة إلى كلية سالبة إلى جزئية موجبة إلى جزئية سالبة؟ كلية سالبة. دقيقة، أحسنت يا فرزاد. أنتوا إذا بتتذكروا سور القضية الكل كافة هي كلية موجبة. لا أحد أو لا يوجد تنفي عن الكل، كلية سالبة. طبعا نحن هون نحن نطلع على السور بتعرفوا القضية. لا أحد هاي كلية سالبة، أحسنت يا فرزان. طيب إذا نحن قلنا في عندنا قضية بالتضاد، إذا صدقت الكلية الموجبة شو بده يكون الكلية السالبة؟ أو عفوا إذا صدقت الكلية السالبة شو بده يكون الكلية الموجبة؟ نحن قلنا لا تصدقاني معا ولكن قد تكذباني معا. لا تصدق، كاذبة. لا تصدق، شو بنقول؟ شو طيب حول إليها كلية موجبة؟ شو هي أستاذ؟ عيد الجملة. طيب أنا لا أحد من التجار غني، حول إليها كلية موجبة. كل التجار أغنياء. أحسنت يا فرزات، كل التجار أغنياء. لدينا القضية الصادقة، خمسة، ليس بعض الطلاب موظفين. ما حكم القضية لا أحد من الطلاب موظف؟ إذا لدينا القضية الصادقة ليس بعض الطلبة موظفين، ما حكم القضية لا أحد من الطلاب موظف؟ جاب أستاذ. تفضل. جيم سين على كاف سين، تداخل. أحسنت، إذا ليس بعض الطلاب موظفين هاي جزئية موجبة، أما لا أحد من الطلاب موظف هاي كلية سالبة، هذا تداخل. أحسنت. طيب شو الحكم هون؟ صدقة الجزئية، الكلية شو لازم تكون هون؟ إما صادقة وإما كاذبة، غير متعينة. غير معني. أحسنت. طيب هاني، لدينا القضية الكاذبة، كل الأغنياء سعداء. ما حكم القضية لا أحد من الأغنياء سعيد؟ نحن عنا هون شو التقابل؟ شو نوع التقابل يا هاني هون؟ كل الأغنياء سعداء، لا أحد من الأغنياء سعيد، شو هذا نوع التقابل هذا بيكون؟ كلية سالبة. كلية موجبة مع كلية سالبة، شو نوع التقابل هون؟ التقابل بالتضاد. بالتضاد، أحسنت. طيب إذا نحن قلنا في عندنا قضية تقول تناقض أستاذ، القضيتان المتقابلان بالتضاد، لا تصدقاني معا ولكن قد تكذباني معا. طيب نحن هون لدينا القضية الكاذبة، كل الأغنياء سعداء، هاي كلية موجبة كاذبة. طيب ما حكم لا أحد من الأغنياء سعيد؟ شو الحكم هون؟ كاذبا. ألا أنت جواب جزء من الجواب. طيب غير معين أستاذ.
غير متعينة، إما صادقة أو مكاذبة، إما صادقة أو مكاذبة. خلنا نقول نحن لا تصدقاني معا ولكن قد تكذباني معا، فإذا هي حرة إما بتكون الحكي صحيح أو غير صحيح. فإذا غير متعينة يعني غير أنه يعني معنى أنه مثلا أو محكوم إلى أنه تصدق أو تكذب حسب الموقف. طيب لاحظوا معي، هل درس هذا جوابه استنتاج هالأسئلة هاي جوابه أنه نحن مدى فهمنا للدرس. على فكرة ليكوا القضايا المنطقية هي قريبة للرياضيات، يعني بتشغل الدماغ بصراحة، يعني بتشغل الدماغ بشكل يعني كبير جدا. طيب التقابل بالتناقض وحفظها مو صعب، على فكرة حفظها مو صعب، بس نحفظها مستحيل تنسوها، مستحيل تنسوها لأنه بصير قواعد ثابتة. طيب نحن عندنا تعليلين، التقابل بالتناقض هو أكمل أنواع التقابل. هلا إذا قلنا التقابل بالتناقض هو أكمل أنواع التقابل لأنه يعطي أحكام القاضية إما صادقة وإما كذبة، هذا هو الجواب. طيب سمي التقابل بين الكلية الموجبة والجزئية السالبة تقابلا بالتناقض، تقابل بالتناقض لماذا؟ سؤال علل ذلك. سمي التقابل بين الكلية الموجبة والجزئية السالبة تقابلا بالتناقض لماذا؟ تفضل أستاذ. لأنهما مختلفتان في الكم والكيف معاً. أحسنت، لأنهما مختلفتان بالكم والكيف معاً، نفس الجواب يعني بس بالعكس. ليش نحن نسميها بالتناقض؟ لأنه مختلفتان بالكم والكيف معاً. أحسنت. طيب لهون نحن بيكون انتهينا من الدرس.